قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام العالم العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا قد بدأنا في هذا في الليلة الماضية، وبينا ما بينه المصنف رحمه الله تعالى من أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأنها مبنية على أصلين: إخلاص العبادة لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، والسير على منهجه القويم. ثم بين رحمه الله تعالى بعض أنواع العبادة، وأشار إلى جمع منها، وسنتكلم عن أدلة بعضها تفصيلا إن شاء الله بعد قليل. ومما ذكر أن العبادة من أهم أنواعها الدعاء، والدعاء هو العبادة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، وهو أصح من حديث الدعاء مخ العبادة، بل الحديث الذي يعني ورد بطريق صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو العبادة، لأن الدعاء مرادف لها، وهو على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة يندرج تحته كل أنواع العبادة تندرج تحت هذا النوع. فالدعاء بهذا الاعتبار مرادف لماذا؟ للعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فالمقصود بالعبادة هنا العبادة، ومنه قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. والآيات في بيان أن الدعاء مرادف للعبادة كثيرة، بل هي أكثر الآيات في القرآن الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والثاني دعاء المسألة، وهو سؤال الله سبحانه وتعالى جلب خير أو دفع شر، وهذا الدعاء من أخص أنواع العبادة، لأن المؤمن يلجأ إلى ربه وينطرح بين يديه ويتضرع بين يديه، فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ولذلك فإن من صرف الدعاء لغير الله فهو مشرك كافر. فمن دعا ميتا في قبره أو صاحب ضريح أو أي مخلوق على وجه الأرض فهذا هو الشرك بعينه، الذي من أجله أنزل الله الكتب
ومن أجله أرسل الله الرسل. ولذلك يا عبد الله فإن الذين يدعون من دون الله أحدا من المقبورين أو الموتى أو أصحاب الأضرحة فإنهم يدعون من لا يستجيب لهم، بل ومن لا يملك لهم من دون الله شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقد نفى الله تبارك وتعالى هنا أو بين هنا أربعة أمور: الأمر الأول أنهم لا يملكون من دون الله شيئا، وقد عبر عن ذلك بشيء من المحقرات عند الناس وهو القطمير، وهي اللفافة التي البيضاء التي تحيط بنوى التمر، وهناك النقير وهي الحفرة الصغيرة في نوى التمر، والفتيل وهي الحبل الصغير الذي يوجد في شرخة نواة التمر، وكلها قد نفى الله تبارك وتعالى أن يملكها أحد من دونه. فمن دعا أحدا من دون الله، حتى ولو دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعا أحدا من الصحابة أو دعا أحدا من الأولياء وقال: مدد يا فلان وأغثني يا فلان وافعل لي يا فلان وأنقذني يا فلان والشفاعة يا فلان، فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. ولذلك نفى عنهم أن يملكوا من دون الله شيئا، فقال أولا ما يملكون من قطمير. واجتماع النفي مع من المؤكدة مع تنكير القطمير تؤكد أنهم لا يملكون ماذا؟ شيئا، أيا كان مهما كان حجمه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالله تبارك وتعالى هو الذي يملك أزمة الأمور، وأزمة الأمور بيده، وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثانيا نفى عنهم ماذا؟ أنهم يسمعون الدعاء. بعد أن نفى عنهم أنهم يملكون من دون الله شيئا، سواء كانوا أحجارا أو أشجارا أو موتى في قبورهم أو من يسمونهم بالأولياء وما إلى ذلك، أنهم لا يملكون، أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. فلو دعوت ميتا في قبره باسم أنه ولي، والله لو تدعوه من هنا إلى يوم القيامة لا يسمعك، لا يسمعك ولا ينفعك ولا يجلب لك ولا يضرك، بل يضر باتباعه والإشراك به. فلذلك نفى الله عنهم أنهم يسمعون دعاء من دعاهم. بل الذي ورد في السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ إياه، ولم يرد لفظ السماع، فلا نتوسع فيه لأنه أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء ورثبت من الموتى أو عن الموتى سماع أمرين: واحد سماع أهل القليب الذين ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر، فناداهم: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم ما وعدكم ربكم؟ قال عمر: يا رسول الله، كيف تناديهم وقد جيفوا، وفي رواية قد أرموا، يعني بليت عظامهم أو تعفنوا. فقال: إنكم لستم بأسمع منهم. والثاني، الحالة الثانية، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الميت يسمع قرع نعال أهله، ولعل هذا بعد أن تعاد إليه الروح عند سؤال الملكين
نتوقف عند هذين الأمرين وما عداهما لا ننفي السماع ولا نثبته، إلا أنه لو قدر أن هناك سماع فإنه ليس سماعا ينفعك إذا لم ينفع أحدا يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد نفى عن هؤلاء أنهم يملكون أنهم يسمعون الإجابة بعد أنهم يسمعون الدعاء بعد أن نفى عنهم أنهم يعني يملكون من دون الله شيئا. فأولا نفى كونهم يملكون من دون الله شيئا، وثانيا نفى عنهم سماع دعاء من يدعوهم. والأمر الثالث لو قدر أنهم سمعوا الدعاء على سبيل ماذا؟ الافتراض والتقدير، على سبيل الافتراض والتقدير، لو قدر أنهم سمعوا الدعاء فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على الإجابة، لأن الإجابة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار وأصحاب الأضرحة والقبور فإنهم لا يملكون شيئا، وكيف يطلب من شخص لا يملك لنفسه فكيف يملك لمن؟ لغيره، ما دام هو مرتهن في حفرته، لا ندري أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، اللهم إلا إن كان ممن جزم لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وبلال بن رباح وعبد الله بن مسعود وعكاشة بن محصن ونحو غيرهم ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم إيش؟ أحياء. لذلك فإن يعني من يدعى فإنه بعد أن مع كونه لا يسمع فإنه غير قادر على إجابة دعاء من دعاه ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الأمر الرابع أنهم يتبرؤون ممن يدعونهم يوم القيامة، يتبرؤون منهم ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون ما كانوا إيانا يعبدون، يتبرؤون منهم ويخاصمونهم إلى الله يوم يقول الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. عندها يتبرأ المعبود من العابد، فإن كان صالحا تبرأ وذهب في سبيله إلى الجنة، وإن كان طالحا حشر معه ولا تنفعه براءته، كما قال الله عز وجل قال الذين اتبعوا إنا كل فيها، وقال الذين إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. أما الصالحون فإنهم يتبرؤون كما يتبرأ الأنبياء ممن يعبدونهم، فيتبرأ المسيح من عبادة النصارى وعزير من عبادة اليهود، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممن يدعوه أو يرجوه أو يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، كلهم يتبرؤون ممن يعبدهم أو يتعلق بهم أو يسألهم شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
فإذا أولا نفى عنهم أنهم يملكون من دون الله شيئا، وثانيا نفى سماعهم للدعاء، وثالثا على سبيل الافتراض حتى لو أنهم سمعوا فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على الإجابة. ورابعا فإنهم يتبرؤون منه يوم القيامة. نعم تفضل. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الخوف أقسام، فهناك الخوف الطبيعي كمن يخاف من ترصد عدو أو من حيوان مفترس أو نحو ذلك، وهذا الخوف أمر طبيعي، بل حتى الأنبياء حصل منهم هذا التخوف. فالله تعالى حكى عن موسى عليه السلام ما حكى وما بين في قوله: وأخاف أن يقتلون، فخرج منها خائفا يترقب. فهذا خوف طبيعي يقع فيه أو قد يحصل لأي بشر على وجه الأرض ولو كان نبيا من الأنبياء، وإن كان الله تبارك وتعالى قد عصم أنبياءه ممن كتب لهم أنهم يستمرون حتى يبلغوا دعوة الله، إلا من استشهد منهم مثل زكريا ويحيى عليهما السلام. بل والنبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، حيث إنه مات وهو يعاني من ماذا؟ من السم الذي دسته له اليهودية بنت أبي الحقيق لعنها الله، دسته له في لحمة الذراع، لكن الله عصمه حتى بلغ رسالته ثم مات شهيدا بسبب ذلك. والمهم أن نعلم أن الخوف الطبيعي أمر طبيعي لا يؤاخذ به العبد، ولكن هناك نوعا من الخوف يسمى خوف السر، وهو أن يخاف من الأصنام والأوثان والجن وأصحاب الأضرحة أن يصيبوه بسوء إن هو خالف ما يعتقده العامة بشأن هؤلاء من التعلق بهم والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك. فلذلك فإن مثل هذا النوع من الخوف هو الذي قد يقع فيه ماذا؟ الشرك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمقصود خوف السر، كمن يخاف من الأصنام أن تنتقم منه أو أن تفعل له شيئا، أو يخاف ممن يسمونهم بالأولياء أن ينتقموا منه فورا. وذكر لي أحد الذين من الله عليهم بالهداية من عبادة القبور إلى عبادة العزيز الغفور، قال لي إنه عندما كان متعلقا بأصحاب الأضرحة والأولياء يقول كان يخافهم أكثر من أن يخاف الله. والشيطان غرس في نفسه شيئا، وهو أن الله عز وجل حتى ولو خالف أمره فإنه غفور رحيم ويغفر ويحلم على عباده. نعم، لكن هذا الشيخ المقدس والولي الذي يعبد من دون الله على حد زعمهم يعتقدون أنه لا يرحم وإنما ينتقم فورا. أرأيتم كيف زين لهم الشيطان أعمالهم؟ فلذلك فإنه يعني يقول كانوا إذا سرق فيهم اللص يعني ما يتم به في المحكمة ويقسم على المصحف كما تعود الناس،
لأن الإقسام على المصحف فيه رهبة، فبعض الناس يرجع إذا كان كاذبا، إذا من هيبة ماذا؟ من هيبة المصحف. لكن إذا أرى يقول أحد يقول كنا نقول، يقول هو كنا نقول مستعد نقسم أيمانا مغلظة على هذا المصحف ولا نبالي ولو كانوا من السراق أو اللصوص. لكن إذا أرادوا أن يعترف ذهبوا به عند مقصورة الشيخ أو الولي الذي يعبد من دون الله، ممن ينذر له أو يذبح له أو يدعى عند الشدائد وغير الشدائد أو يطاف به أو يذبح له نحو ذلك، فيأتون به عنده، عند ذلك لا يحلف لاعتقاده أن الشيخ ينتقم انتقاما سريعا ولا يمهل. فلذلك يعني يسير على هذا الأمر ويستمر والعياذ بالله، فيعترف من لخوفه من هذا الولي المزعوم أكثر من خوفه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا هو خوف ماذا؟ خوف السر الذي يعني هو نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك حذر الله من ذلك بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأما الرجاء فهو الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، والأمل وحسن الأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن الرجاء مقابل الخوف، وينبغي أن يكون المسلم بينهما بمثابة جناحي إيش؟ الطائر. فلا يغلب الخوف على الرجاء حتى لا ييأس أحد من رحمة الله، ولا الرجاء على الخوف حتى لا يأمن أحد من مكر الله سبحانه وتعالى. بل قد نص العلماء أنه ينبغي له أن يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى أن يغلب الخوف في جانب الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب الرجاء حالة المرض حتى لا يقنط. فلذلك بل إن الخوف والرجاء والمحبة هذه الأمور الثلاثة هي أركان العبادات الإيش؟ القلبية. أركان العبادات القلبية، بمعنى أنه لا تصح العبادات إلا بتلازم هذه الأمور الثلاثة، أن تحب الله وتخافه وترجوه. فلا بد من الجمع بينها، بين الخوف والرجاء وماذا؟ لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة، لأنها هذه هي أركان العبادة القلبية. فلا بد من تلازم هذه الأمور الثلاثة في كل قلب عبد مؤمن حتى يكون سائرا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا، الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه.
فلا بد من الاعتماد عليه وحده وتفويض جميع أمورك إليه. وهذا لا يعني التخلي عن الأسباب المشروعة، بل إن من يزعم أنه متوكل ويتخلى عن الأسباب المشروعة فهو متواكل وليس بمتوكل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله نعم، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني لو ومعلوم أن هذه الطيور لم تقبع في أعشاشها، وإنما تسمعها قبيل تباشير الصباح تنطلق تبحث عن قوتها وقوت ولدها، وربما لا تعود إلا يعني في آخر لحظة من النهار وقد ملأت حواصلها وجاءت بشيء لأولادها وما قبعت في بيوتها. ولذلك هذه حقيقة التوكل، الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب الإيش المشروعة. واستدل بالآية: وتوكل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وفي الآية الأخرى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وفي آية ثالثة: عليه يتوكل المتوكلون. فانتبهوا إخواني إلى حقيقة التوكل ومعنى. نعم. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة والرهبة ما الفرق بينهما؟ الرغبة طلب ما عند الله جل وعلا طمعا في ثوابه، والرهبة شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته في السر والعلانية. هذه الرغبة والرهبة يعني لا بد أن يسير بينهما المسلم، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا الموضوع وهو الخوف والرجاء والرغبة والرهبة لا بد أن يكون المسلم بينهما، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه وكان عذاب ربك محذورا. وقول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وإيش ويرجو رحمة ربه. طيب، ما دام الأمر كذلك، ما رأيكم في من يزعم أنه يعبد الله حبا له فقط لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه؟ ما حكم هذا القول؟ هذا القول إلحاد، لأن من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده المزعوم حتى شبه الله بتتيم الشعراء في محبوباتهم فهو إيش؟ فهو زنديق. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، من عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ زنديق، أي منحل من الدين، لأن هذا تحول عندهم إلى أن وصل بهم إلى القول بوحدة الوجود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك
فإن المسلم لا بد أن يعبد الله خوفا وإيش وطمعا، رغبة ورهبة، خوفا ورجاء. ومن هنا قال أهل العلم إنه لا بد من الجمع بين هذه الأمور الثلاثة حتى تتم العبادة القلبية، وهي الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. نعم. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. دليل الخشية، الخشية هي شدة الخوف من الله، بل هي أدق من الخشية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يخشون الله حق الخشية هم العلماء العاملون بعلمهم، العلماء العاملون بعلمهم، هؤلاء هم الذين يعني يعتبرون ممن يخشى الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. فهذا ما يتعلق بالخشية، وهي شدة ماذا؟ الخوف. فلا بد من هذا، فتنبهوا لهذا، فإنه أمر عظيم، وهو يعني أن يكون المسلم يعني خائفا من ربه كل الخوف دائما، مع كما بينا مع الرجاء وماذا؟ ومع محبة الله تبارك وتعالى. أما الإنابة فهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وابتغاء وجهه، والوقوف عند حدوده خوفا من الرب جل وعلا. ولذلك يقول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه مجموعة من أنواع العبادة، ومنها الاستعانة، والاستعانة هي طلب العون ممن يقدر عليه، فإن كان قد طلبه ممن يقدر عليه في حدود إمكاناته فهذا أمر مشروع، وإن كان يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا هو ماذا؟ هو الشرك بعينه. ودليل وجوب الاستعانة بالله قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه كما تعلمون مقسومة بين العبد وبين ربه، فإحداهما للرب وإحداهما للعبد، وقد وعد الله تبارك وتعالى الذاكرين بأن لهم ما سألوا، وأن لعبده سبحانه وتعالى ما يشاء. ومن ذلك ومما يدل على وجوب الاستعانة بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأبر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله ولا تستعن بغيره. نعم. أيضا الاستعاذة، وهي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به، كما قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك ربي، قل ربي أعوذ بك
من نزغات الشياطين، نعم، من همزات الشياطين، أحسن، من همزات الشياطين. فالمقصود اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، العوذ وعاذ من عاذ يعوذ، أي اعتصم والتجأ بالله سبحانه وتعالى وفي كل أموره. وكذلك الاستغاثة وهي نوع من الدعاء، غير أن الدعاء يشمل طلب جلب الخير أو دفع الشر، أما الاستغاثة فهي الاستنجاد لطلب دفع، نعم، لطلب دفع البلاء، لطلب دفع الشر، كمن وهو على ضربين، استغاثة جائزة واستغاثة لا تجوز إلا بالله. فبالنسبة للأمور المقدورة يمكن المسلم أن يستغيث بغيره فيها ويطلب منه العون والنجدة، وبالنسبة لما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة خطيرة، وهي أكثر ما يقع فيها الناس، فيقولون أغثني يا شيخ فلان، أو أنا بجاهك، أو أنا بكنفك، أو أنا في حماك والعياذ بالله، أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية التي تسمع هنا وهناك من كثير من الناس. نعم. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الذبح هو أن يقدم المسلم قربانا لوجه الله سبحانه وتعالى من بهيمة الأنعام، مثل نحر الإبل وذبح البقر والغنم وتوزيع ذلك على الفقراء والمحتاجين. وهو نوع من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمقصود بقل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، وقد يشمل جميع العبادة لكن يعنى به هنا الذبح. ومنه قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي انحر الإبل. فمن ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك، حتى لو زعم أن هذلك الولي فقط يوصل الذبح لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أو يقربه إلى الله زلفى. قال له عليه الصلاة قال له: فإن من تعلق وذبح لمخلوق من أجل أن يقربه إلى الله فإن هذا هو الذي يفعله من يفعله المشركون قديما، حيث حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والمقصود أنهم يتخذونهم شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله، وليس المقصود أنهم فلم يكونوا يقصدون عبادتهم مباشرة، أو التعلق بهم، أو اعتقاد أنهم يخلقون أو يرزقون أو يعطون أو يمنعون أبدا، وإنما المقصود أنهم يقربونهم إلى الله. وهكذا شأن من يذبحون الآن لأصحاب المقابر والأضرحة ويأتون بالخراف الكبار ويذبحونها عند أعتابها، وربما تمسحوا بدمائها، وربما
تعلقوا بها من دون الله سبحانه وتعالى، كمن يذبح للجن أو يذبح الأصنام والأوثان وما إلى ذلك، فإن الذبح فلا بد من إخلاص العمل حتى في الذبح، فإن الذبح من أعظم أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا ضمن حديث طويل يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عنه يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ولعن من ذبح لغير الله أمر واضح، كل من تقرب لغير الله جل وعلا فهو مستحق للعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. والمقصود بمن لعن والديه سواء تسبب في سواء لعنهم مباشرة أو كان سببا في ماذا؟ في أن يسب أباه ويسب أمه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، قال: وكيف يا رسول الله يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب نعم ها فمن يعني يسب الرجل فيسب أباه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، والعياذ بالله. وهذا كله محرم. لعن الله من آوى محدثا، الذي يحمي المجرمين والعصاة من أخذ الحق منهم أو يحمي المبتدعة ويؤذيهم ويناصرهم، هذا مستحق للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من آوى محدثا